سلام يا توتي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. النهارده في كورس المحادثه الاونلاين هنتكلم عن درس حر ناس كتير قوي، هو الارقام الايطاليه. طيب اللي هي النوميري ان ايطاليانو، ازاي تنطقها وازاي كمان تكتبها. وطبعا الموضوع ده محير ناس كتير، لان في نوعين من الارقام في اللغه الايطاليه بشكل عام، هي الارقام الاساسيه وفي كمان الارقام الترتيبيه. يلا نشوف مع بعض. اول حاجه هي الارقام الاساسيه، نبدا النوميري كاردينالي او الارقام اللي هي الاساسيه بتاعتنا. اونو يعني واحد، دو يعني اثنين، ترا يعني ثلاثه، كواترو يعني أربعة، تشينكو يعني خمسة، سي يعني ستة. ركزوا بقى في دي عشان بتلخبط كتير. ستة يعني سبعة، أوتو يعني تمانية. بص هو ستة ممكن تلخبط شوية، لأن ستة أصلا باللغة اللبنانية اللي هي اللكنة اللبنانية بتاعتنا في العرب، ستة يعني إيه؟ يعني ستة، لا هي ستة يعني سبعة، فركزوا فيها أوي خاصة لو حد بيتابعني من لبنان يعني. طيب اوتو يعني تمانية، وكمان نوفي يعني تسعة، وديتشي يعني عشرة، ونديتشي يعني حداشر، دو ديتشي يعني اتناشر، تري ديتشي يعني تلاتاشر، واتور ديتشي يعني اربعتاشر. هو في الغالب بحط المقطع ديتشي والرقم كوين، جزء من الرقم كوين ديتشي يعني خمستاشر، سيديتشي يعني 16. ركزوا بقى من اول سيديتشي بتبدا اللخبطه. ديتش 7 يعني 17، ديتشوتو يعني 18، ديتش 9 يعني 19، بعد كده 20 يعني 20. ركزوا معايا بقى، 21 بجيب المقطع 20 وبعد كده بحط الرقم 1، تبقى 20 وونو، تبقى 21 مره واحده 21، تمام كده. طيب 20 بقى من 20 لحد بقى 90 عشان نبقى مجمعين كده، 20 يعني 20، وكمان 30 يعني 30، 40 يعني 40، 50 يعني 50، 60 يعني 60، 70 يعني 70، 80 يعني 80، و 90 يعني 90. نيجي بقى للميات، 100 يعني 100. طب 200 بجيب 100 بحط قبلها 2، 200. طب 300 بجيب 100 بحط قبلها 3، 300. طيب 400 قولوها لي انتوا. ايوه 400 مش 400، 400 تمام كده صح. طيب 500 500، 600 يعني 600، و 700 يعني 600، و 800 يعني 800، واخر حاجة معانا 900 يعني 900. طيب زي الفل. نيجي بقى للي بعدها اللي هي ركن الالفات بشكل عام. طيب نبدأ ب 1000 يعني ميلة، و 2000 حطوا 2 بس مش هيبقى دو ميلة على فكرة، لا ليها صيغة مختلفة، دو ميلة بس. 3000 بقى تري وميلا، 4000 يعني كواترو وميلا، 5000 يعني 5000، 6000 يعني 6000، وهكذا 6000، 8000، 9000. طب لو انا عندي 1945 وعايزه انطقهم مره واحده، سهل جدا على فكره، انتوا بتجزئوهم ل 1000 وبعد كده 900 وبعد كده 5 وبعد كده 40. 1945. طيب كده الموضوع بقى اسهل كتير، خلصنا مع بعض ايه الارقام اللي هي كاردينالي او الاساسيه. نرجع بقى ايه للارقام اللي هي اوردينالي اللي هي الترتيبيه. يعني ايه ارقام ترتيبيه؟ قال لي يعني مثلا ايه، انا عايزه اقول الاول والتاني والتالت والرابع الى ما لا نهايه. فركزوا معايا عشان في ناس كتير قوي بتتلخبط في الموضوع ده. النوميري اوردينالي انا عندي بريمو يعني الاول، سيكوندو يعني الثاني، تيرتو يعني الثالث، كوارتو يعني الرابع، كوينتو يعني الخامس، ساستو يعني السادس، سيتيمو يعني السابع، اوتافو يعني الثامن، ونونو يعني التاسع،
داتشي مو يعني الى 10. طب انا مثلا عايزه اقول ال 12، شفتوا دي دودي تشيزي مو، صعبه شويه. لا هي مش صعبه، انت بس بتكتب دودي تشي والمقطع ايزي مو، فبتبقى مع بعض دودي تشيزي مو. مثلا عايزه اقول ايه، ترينتا ستيزي مو اللي هو السابع والتلاتين، بكتب ترينتا ستة وبخبط ايزي مو، سهل جدا. طيب دلوقتي نبقى خلصنا مع بعض درس الارقام، وكمان عرفنا ننطق الارقام الاورديناري والارقام الكاردينالي. ما تنسوش تذاكروا كويس، هو محتاج حفظ شوية ومحتاج تركيز، علشان الارقام الايطالية لازم تعرفوها، ما فيش حد ما يعرفش الارقام الايطالية بشكل عام. تمام كده، لو عرفتوها تسهل عليكم حاجات كتير بقى، تقرأوا تواريخ تمشي، تقرأوا ارقام تمشي، تقرأوا باجينة اللي هي الصفح وانتوا في الجامعة، تقول لك مثلا افتح باجينة ترينتا ستة، تبقى عارف بتفتح ايه وهكذا. فما تنسوش بقى في الاخر تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا كمان سبسكرايب او تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم شغل الرسومات اللي في الفيديو ده، فاحب اقول لكم انه سهل جدا انكم تتعلموه. شوفوا الفيديو بتاع المهندس محمد الشامي، لان انا اتعلمت منه اصلا، وهتتعلموا تعملوا الشغل ده باسهل الطرق. دلوقتي ممكن نقول كمان انتوا هتتعلموا تعملوا الشغل ده باسهل الطرق عندكم. ولو عندكم كمان محتوى تقدروا تقدموه، او مثلا برزنتيشن للكلية، هيفيدكم جدا جدا جدا. اعملوا كمان اشتراك في القناة، هسيبها لكم في الوصف، حقيقي بيقدم محتوى هادف وحلو جدا. ده الفيديو اللي هو كان مقدمه في القناة بتاعته، بيعلم الانيميشن اللي انا عامله لكم دلوقتي عشان اشرح لكم او ابسط لكم المعلومة. بس كده، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وما تنسوش كمان اجيال تحلم يوما بعلا الاوطان وشباب يحمل املا لبن الانسان. استنوني في الفيديو الجاي من كورس المحادثة الايطالي. تشاو، يلا بروسيما، تشاو.